السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا فين النهاردة يا جماعة؟ احنا في حارة المالشة عند سعيد. معنا مؤمن، معنا سعيد، معنا مختار، معنا اسماعيل، معنا السري دي. عندهم بكام النهاردة؟ هنقول كل ده في الفيديو، بس تابعونا وجاي نجيب لكم اسعار مختلفة من مكان لاخر. ايه يا اخويا اللي انت بتعمله ده؟ سعيد اخر الفيديو بالاسعار كلها. بالاسعار كلها؟ يعني انت مش هتقول الاسعار من دلوقتي؟ اقول انا هغش من اللي واقفين معاكم وهقول انا. مفيش حد من الصفا يقول لك اسعار. محدش هيقول؟ باخر الفيديو. تمام، احنا هنشوف استريزي عنده. لك على حاجه، لازم متابعينا يتفرجوا على الفيديو، لازم متابعينا يتفرجوا على الفيديو كامل عشان نقول لهم الاسعار المفاجاه. ماشي يا عم، لازم يشوفوا الفيديو كامل وتحط لايك بقى، لان فعلا لازم نوصل ل 50,000 مشترك عشان خاطر اقول لكم مفاجاه مفاجاه مفاجاه. بس بالله عليكم تحط لايك وتعملي اشتراك للفيديو، لان فعلا هقول لكم على مفاجاه بوم اول ما اكمل 50,000 ان شاء الله باذن الله. بصوا كده معايا السري دي بالاشكال كلها عند سعيد جوجو ومحمد جوجو الاثنين مع بعض. بعد اذنك يا استاذ مؤمن، وشاكرين جدا على اللقطه دي. دلوقتي كده السري دي كده معاكم، اطفال وكبير، وعنده الجاكار، عنده اللطقم بتاعت البيضات والانتريه والركنه والسفره وكل دوت. هنتكلم باسعاره كلها معايا. والله قلت يا مؤمن، عايز ايه يا مؤمن؟ عايز ايه يا مؤمن؟ كده المكان دوت بيبيع جمله، المكتب ده كده بيبيع جمله، في مخزن فوق زي ما انت عاوزه برده بيبيع جمله. الجزء اللي احنا هنخش عليه دلوقتي ده كده قطاعي، عايزه تيجي ازاي؟ هتيجي عند العتبه وعند جامع البنات، تسالي على مكتب بريد الغوريه، ومن عند مكتب بريد الغوريه تقولي فين حاره المالتي 100 واحد هيدلك عليها. حلو قوي اللي بيفردها دي وبيقصها دي. ملايه متر السري دي عنده النهارده ب 26 جنيه عند سعيد جوجو ومحمد جوجو. كده احنا هنبتدي بالركنه، الركنه هنبتدي بالوانها اهي زي ما انتم شايفين الشكل، وعنده كنبتين وست مناديل، دي الركنه. الكنبه بتبقى بالظبط 2 متر 2 وربع على حسب ما بتجي لهم. ما هي كنبتين وست مناديل. مترين وعشرة في سبعين. تمام. كنبتين وست مناديل. ده كده طقمين، ما احنا عارفين. هو حب ياخدهم بالطول كده، وادي المناديل بتاعته اهي. كده بقى بكام؟ ب 110. تمام يا عم مصطفى، متشكر لك. الوانه كلها. منه الكشمير. منه الكشمير. الكشمير والجنزاري. الكشمير والجنزاري، احنا كده في الركنه. والاوف وايت والكافيه. والكافيه حلو الخامجي والكشمير درجه ثانيه. طبعا دوت بالوانه الرسمه دي، الرسمه دي بالوانها طبعا بالوانها. اللي خد الرسمه دي شكر فيها جدا، لانها بتمشي على الوشين. جميله جدا، بتمشي على الوشين وجميله. والظهر لون تاني، ما تحسش ان هو ظهر يعني، بس بيمشي على الوشين. دي جميع الوانها موجوده. دي كده احنا في الركنه، دي كده كل الوان الركنه اهي. تمام، كل الوان الركن. تمام، 206 مناديل عامل 110. 110. في بقى السفره، السفره دي شكلها جديد. شكلها جديد خالص. دي جميله قوي، الشكل بتاعها حلو قوي. محدش يقول لي دي غلطه، دي فتله اهي، دي فتله، بس دي جميله قوي. قارني الخامة كده. خامتها حلوة. الأثر فيها اللميع. خامتها حلوة أوي. لا جميلة دي. دي ألوانها إيه؟ دي الصفرة كده. أنا في الجديد دوت. الفسفوري الجديد ده. والفوشيا. ده يتحط على الأرض، ده بتحطهاش على الصفرة. على الأرض وتعمل على الصفرة. لو الأرض المقاس مناسب دي 230 في متر ونص. بس حلوة، في ناس خدوها مني حطوها على الأرض. شكروا فيها جدا، قالوا لي على الأرض شكلها حلو. في منها اللي هو العسل كده، إحنا شفنا البني. ودي العسلي. ده العسلي، العسلي بتاعها. والجنزاري. الله، الجنزاري جميل، الجنزاري تحفه. الجنزاري، لا معلش افرده، جميل جدا الجنزاري، تحفه تحفه. ده كده مفرش سفره، ومنه برده تتحطيه، ده واسع السجاده، جميل. صغيره. ده جميل، ده برده بالوان، ودي رسمه ثانيه من السفره. انا موقفه عليها اهو، انا معجبه بيها اصلا. لما بتتفرد جميله. افرد كشمير، كحلي، رمادي، جنزاري. نفرد بقى البني ونشوف الشكل بتاعها عامل ازاي اهو. شكلها تحفه،
دي جميله قوي، شكلها تحفه، وبالذات ليه بقى؟ تحس ان الخامه دي كده زي ستان او تفتان. ده جبلان، وده ده ستان عامل زي ستان وكفتان. ما تقوليش جبلان عشان عارفه الجبلان والله. هو انتوا بتسموه جبلان، لكن انا هو اسمه جبلان، لكن ده ستان او تفتان او المصحف. والله ابدا انا اتقل من الستان. طب بقى ارفع عشان انا مش قادره اوطي. والله اتقل من الستان. ماشي اهي اهي، بس الستان ده يبقى خفيف عن كده. متاسفه لك يا انا بقول حاجه وانت بتقول حاجه. خلاص متاسفه لك جدا. هو ده البني الكشمير الكحلي الرمادي الجنزاري. كام اسعار السفره؟ السفره كلها عامله 100 جنيه. السفره كلها عامله 100 جنيه، يعني اللي في ايدك دي 100 جنيه؟ كله 100 جنيه يا بلاش. يا بلاش يا بلاش. في بقيه الاشكال ايه؟ فين بقيه الاشكال؟ بسم الله. ايه ده السفره؟ شكل تاني اهو برده جميل قوي. انا بعشق النبيتي اهي. دي بقى تحط حافظات على الارض تحفه. بصوا الشكل، تحس ان انتي ماشيه على سجاده. مش هقول لك سفره بقى، دي تحفه. تسلم ايدك يا مصطفى بجد. دي كده النبيتي، في منها الكحلي، ادي الكحلي، في منها البني، في منها الاوف وايت، منها الرمادي، في منها الرمادي، تمام، في منها الجنزاري اهو، في منها الجنزاري. غير في شكل تاني بقى في ريدولكو. في شكل في شكل رابع بقى. دي جميله قوي برضو. الخامه بتاعتها حلوه قوي. الخامه بتاعتها نفس الخامه بتاعت الكنب والانتري تقيله. السفره مثلا من دي ومعاها طقم انتري او طقم. ايوه نفس الشكل. ما بيبينش برضو على الوش. يعني اللي عنده ريسبشن كبير، سفره وانتري وركنه، ياخد كل اللطقم شبه بعضي. تاخد السفره والانتري والركنه شبه بعض. تعمل برضو حفظ السجاده. ايه اخبار الصالون عندكم؟ موجود صالون ولا مش موجود؟ الصالون حاليا الوان معينه، يعني الوان ماشي. وريني عشان في ناس سالتني على الصالون. انا عندي الصالون اللي هو الانزالي ده مش نزلش. تمام ده صالون الوانه اللي هي الساده. الوان الساده كلها صالون. الساده موجوده صالون. لكن الفرزاتش الوحيد الجنزاري ده صالون. لسه تشكيلته ان شاء الله. اربع كنبات، اربع كراسي وكنبه. اربع كراسي وست منازل. هي ايه يا سوس؟ دي ملايه المصريه الجديده، بس نزلنا الساده منقوش، يعني بدل الساده. دي ملايه مصريه؟ عاملينها المنقوشه دي، خامتها تحفه. نزل منها الاسود النبيتي. واو ايه تاني؟ النبيتي والكشمير مقلمه. فين الكشمير مقلمه؟ زي استرايب. زي الاسترايب. دي مصريه؟ تحفه. والله خامتها سعر امطار. بكام بقى المصريه؟ بكام عندكم؟ نفس سعر الساده ب 22. يعني المصريه الساده عندكم ب 22؟ على حسب بقى مع السوق. مع السوق كل يوم في زياده. في زياده. يعني زادت بقى. لا حلوه دي. طب ما فيش نفس الشكل ده يا سعيد الوان تاني؟ منه بقيت الوانه كلها. كل الوانه كلها جايه. جميله قوي دي. جاي منها الاسود والكده. الاسود؟ حلو. على السودا بتاعتها جميله. ما تيجي الوان الجي تليفون دي جميله قوي، عجباني بجد. تحط فيها جاكار دي حلوه قوي. الاسود بقى بتاعها تحفه. اللي هو البوبير يعني. جميله. دي عامله زي القطن على الستان، بس هي مش قطن على الستان، بس تحفه. تمام. فكروني اخد منها. عايزين نشوف الملايه بقى. احنا قلنا الساده ب 22، وقلنا على الركنه، وقلنا عن تري والسفره. نشوف الملايه عندك بكام. واحد اتنين. ايه ده؟ استني افرجك بقى حاجه مش موجوده في السوق. حاجه مش موجوده في السوق. طيب ماشي، خلينا ننفرد بحاجه مش موجوده في السوق. تعالى ما يرص اللي مش موجود في السوق اكون انا شفت القماشه. بصوا الشكل ده كده من الثري دي. هو بيقول لي اشكال جديده، بس هي فعلا تحفه. هي تحفه بصراحه، شكلها تحفه قوي. امسك الخامه بقول ان الاشكال مش موجوده عند حد. حلوه الخامه. ده بركال بسعر الثري دي 26 جنيه. 26 جنيه. خليكم مركزين معانا في الاشكال. 33. ماشي افرج يا مصطفى عشان ما نضربش بعض. لا مش هنقدر. ماشي مصطفى بيتك على 33. هو في الاول والاخر 3G. البركال كله بيتباع. مش بركال. مثلا بص. لا 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 لا. بس ما تحلفش عشان ما ادكش بوكس. 450 جرام عن ال 3G. لا سيبك من 400. هو برده في الاول والاخر 3G. 450 جرام تقل في الطوب. هو بص ماشي، هسيبك تقول زي ما انت عاوز، بس انا بقول لك هو ده 3G. والرسومات ماشي التقيله دي 3G. دي 3G بس شكلها حلو ومش موجوده عند حد. انا معاك. لا ما نقولش اي تي ام. طب الجديد بقى. لا دي تحفه. دي كانت بتتقص لزبونه دلوقتي. تحفه 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 تحفه. احلى حاجه فيك انك انت بتفرد. يا سلام. وكنركر وهو تاخديه بقى كده تعمليه كورنيش تحت المقلمه. يعني لا تاخدي انت، لا تاخدي المقلم تعمليه كورنيش، لا تاخدي الكرات، بس خدي المقلم. كسر يا لهوي يا ميل. هتتعمل كسر. على العموم ان انا بقول افكار اقعد على المكنه. الحمد لله بعمل كل اللي... لا والله العظيم كل اللي بعمله بيطلع وما بعرفش اصور حاجه.
ماشي زهايمر. الحمد لله رب العالمين ان احنا بنشتغل اصلا وفي حاجه بتطلع. اه دي تحفه دي. لا 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 اديني ظهرها بس كده قبل ما تفرد. ازاي قبل ما عشان اتخيل. حلوه دي جميله جدا. بصوا هنا كلها ورود. انا هقرب عشان تبان الشكل بتاعها. كلها ورود اهي. وعند مصطفى كاروهات برده. ممكن تاخدي نفس الفكره اللي بقول لك عليها دي تبقى تحفه قوي برده. حاجه كده الله اكبر. لا دي جميله البامبا دي. اما انت عارفه دي ميكا تمام. ايوه انا بكلمك دي على الخامات برده اللي هي الثقيله. ماشي حلوه جميله ب 26 جنيه كل اللي عنده ب 26 جنيه. حلوه الصفره دي عليها ميكي. طلعتش بطوط ليه؟ ما عندك بطوط شياكه اهو. عندك بطوط اهو شياكه. بصي الكيتي برده الجديده دي. اه حلوه دي الكيتي الجديده على البركال برده. بصوا بقى دي جميله قوي عليها كيتي وكلها الوان. يا رب اكون موضحه في الفيديو. الالوان بتاعتها جميله. ادي واخده لكم من اول فوق لحد تحت تحفه. وهي مفروشه على السرير كده جميله قوي. اطفال دي فلاد بس تبقى تحفه قوي. يعني لا كل الرسومات اللي شفتوها دي مش موجوده عند اي حد غيرنا ان شاء الله. ان شاء الله. ادي التشكيل بقى السري دي كله اهو. ده كده بقيت تشكيل السري دي. انتوا اكيد عارفين بوهده. بوهده كل ما يجيب توب يطلع. يا عم سعيد. موجوده بعون النور كده بقى كده من غير ما نفرد. لو عاوز نفرد تاني ماشي. عاوز اتصور كده كل. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. ده كده ايه الجزء الثاني بتاع عم محمد جوجو. بس الاثنين مع بعض يعني ما فيش فرق. كل الاشكال الثري دي اللي انت محتاجاها تلاقيها عنده ان شاء الله باذن الله. كل ده كده تشكيل الثري دي. ما قلتلوش الثري بكام يا مصطفى؟ هنخش على الثري دلوقتي بالوان 20. انا عايزه ذهبي. الله حلو قوي الموف ده. بصوا في موف. موف جميل قوي. ايه يا عم الحاج؟ انا عايزك تيجي تشوفي دي. خلاص انا جاي اهو يا مصطفى. انا جاي. مصطفى بص عايزك تيجي تشوف دي. حلوه دي برده. جايب حاجه تنفع لكنارات. تنفع كنار كده اهو من هنا. وتنفع برده كرام. ده جميله. تشتغلي في الكنار ده وتشتغلي في الكنار ده يطلع لك بكورنيش من غير. قولي معايا من غير ما تعمليها فليت. حلوه قوي. تمام ماشي. قول يا مصطفى. اهو الذهبي اهو. ماشي هو الذهبي فاصفر. اللي عايز يحطه على الاصفر يحطه. ده الساري 42 جنيه المتر. ده الاثنين كنار ب 42 جنيه. تمام كل الاثنين كنار 42. هو بقى كده عندكم اللبني وعندهم الفستقي. كل ده اثنين كنار وعندهم اصفر. عندهم الابيض اللي بيدور على الابيض. في عندهم كشمير اهو. عندهم الكشمير. عندهم السيمون. الناس اللي كانت بتسال على السيمون اهو. عندهم ايه تاني؟ عندهم موف. عندهم فوشيا. الناس اللي كانت بتسال على لون الفوشيا. كل ده 42 جنيه. ماشي ايه تاني يا مصطفى؟ وبامبا. بنصور الانتريهات. انتريهات احنا ما صورناهاش. ده كده الانتريه. دي رسمات تختلف عن بعضيها بس ما شاء الله شكلها حلو. رسمه الركنه لو مصورينها بالوانها كلها موجوده في الركنه والانتريه. دي كده الكنب. وقبليها في الكراسي. وقبليها في المناديل. دول برضو على طقمين. تمام. طقمين وكرسيين وست مناديل الانتريه عامل 120 جنيه. 120 جنيه طقم الانتريه. وكرسيين وست مناديل. كنبتين وكرسيين وست مناديل. بقيت الوانه بقى كل التشكيله اهو. كل التشكيل ده كده؟ اه الكشمير ده طبعا. حاطين هنا السفره ليه؟ الانتريهات اهي. يعني الشغل اللي الناس كانت بتسال عليه زمان يعني بيقولوا عايزين اول شكل نزل اهو موجود برده عنده. كل ده كده بالوانه اللي هو الانتريه. حلوه دي. انا بحشر الرسمه دي عشان على الوشين. جميله. الوش وعلى الضف. دي جميله قوي. دي حلوه قوي. ده كده ب 120. اه كنبتين وكرسيين وست مناديل. تمام ب 120 جنيه. وطبعا احنا عندنا برضه اللي هو شغل الدوريات ده. ماشي ماشي. انا هنا 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 دوريات. لا قريب. انا بحلم في النبيتي اصلا. عماله احلم فيها بصراحه. اطلبوا منها وما يجي الوانها اطلبوا منها تحفه على الحقيقه. بصوا بتقلب ازاي جميله جدا ومصريه. معلش انا سبت الانتريه ودخلت في ال معلش معلش يا مصطفى. ده كده الانتريه. ده شكل جديد اهو. ده ايه بقى الناس اللي عايزه اشكال مع بعض؟ ده فيه كشمير. اه حلو. ده كشمير في الوان كده بس حلو. ده فين الوانه دي؟ وايت دوت. وايه اللون الليموني ده؟ انا اول مره اشوفه جايبين ليموني. يا نهار ابيض ايه ده؟ الناس بقى
ده تحفة ايه يا عم؟ في هو مش باين في الكاميرا، مديهم زيتي في الكاميرا، بس هو لون ليموني هادي قوي، هادي بس جميل. طب شفت الجيش الذهبي في الصعقة؟ صعقة صعقة الله يرحمه. دي جميلة برضو، الزيت اهي معاكم حلو قوي. ده فيرزاتشي، هو اللي محليه اللي هو نازل في اوف وايت. لا هو اللي محليه الشغل بتاعه، الشغل بتاعه الكاتريز بتاعه اوف وايت. لا جميلة، ده تحفة بالوانه كلها. لا جميل. طيب ده ايه؟ عرض واحد، عرض متر ونص، اللي هو العرض بقى متر و80 او متر 85، اللي هو بيتعمل حافظات. حلو قوي وتقيله وجميله وتنفع ايه بقى؟ تتحط على الارض بدل السجاد، وتقيله تقيله تقيله. دي كده ب 85 اللي هو عرضه متر ونص. تاخدي بقى الطول اللي انت عاوزاه من هنا كده زي ما انت عاوزه بقى، 2 متر 3 متر على حسب ما انت عاوز. يعني عايز 3 متر في متر ونص احسبي بقى. ده كده حلو قوي، ده تحفه. ما ينزلش منه الاسود في رمادي؟ اسود ابيض. ماشي مديني رمادي. يلا تمام 85. نقفل الفيديو على كده. والاخر حاجه، لا والنبي اقفل الفيديو على ده عشان ما فرش دي. احنا لسه ما فرش. بص اللون البني ده انا اخدت منه قبل كده، تحفه تحفه تحفه. اهو ترابيزه تسريحه رانر، ما تبقاش واخده بالها من التقسيمه بتاعتها. ده جميل، رانر تسريحه متر ب 50 تمام. خامه تحفه. الجبلان الله اكبر عليك. لا ده الجبلان ده جميل. والترابيزه متر في متر تمام، ومعاهم 2 كومودين، الطقم 4 قطع. كام بقى؟ 4 قطع. 75 جنيه بس. 75 جنيه لاربع قطع. ترابيزه وتسريحه واثنين كومودين، وفي منه بتاع 8 الوان. تمام، هورينا الوان. الكافيه والنبيتي. الكافيه. رمادي. نبيتي، رمادي. جنزاري، جنزاري، فيروزي. بني كشمير. تمام. حلو الالوان دي، 6. الترابيزه والتسريحه والاثنين كومودين. 6 الوان. ايه ثاني عايز تقول عليه؟ كفرات وستاير. الليكرا تعمل كفرات ستاير الوانها خامة الشرق الاوسط الثقيله. تمام، فاتحين في القطاع خامة الشرق الاوسط الثقيله. بكام المتر؟ بكام يا مصطفى؟ 18 قطاعي. 18 قطاعي تمام. وعنده جمله يا جماعه باسعار مختلفه عن كده، اتواب مقفوله ياخدها. اوكي، الوانه كلها عرض واحد وعرض عرضين. بكام العرض واحد؟ العرض الواحد 27 والعرض عرضين 60. 27 والعرض عرضين 60. ده الوانه بره. ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. يا رب ان شاء الله رب العالمين تكون اعيادكم كلها بسعادة وخير، ويكون عيد سعيد يا رب علينا وعلى أمة الإسلام جميعا يا رب، وعلى الوطن جميعا. طبعا الوطن جميعا كلنا مسلمين وأقباط وكلنا إخوة. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا الأسعار لو في اختلافات في الاسعار دي ما بتبقاش حاجه، يعني ما بتبقاش حاجه والله بايدينا احنا، لو علينا احنا والله العظيم ثلاثه عاوزين ندوك الشغل باقل اسعار. بس هي الزيادات اللي حاصله دي طبعا زيادات متغيره في العالم كله، مش عندنا بس، فده غصب عننا. الزيادات اللي حاصله في الاسعار والله العظيم ثلاثه غصب عننا، فانا عاوزكم كلكم تسامحونا على زياده الاسعار. احنا ما بنزودش حاجه بمزاجنا، الزيادات دي والله بتطبق علينا، فعشان كده بنزود الزيادات عليكم. فمعلش حقكم عليا، وانا كنت متمني اقول لك، يعني اقول لكم كلكم كنت متمني ان انتوا اقل اسعار تبقى عندنا، بس هي الزيادات دلوقتي مسمعه في الدنيا كلها. يعني التركي النهارده ب 26 جنيه والله العظيم ثلاثه، ده حاجه اجبار ما بمزاجنا. الساده 22 جنيه ده اجبار مش بمزاجنا برضه. الانتريه 125 جنيه والله العظيم، لو حسبنا على الاسعار الجديده، لو الاسعار الجديده الانتري ده هيضرب حوالي 135 جنيه او 130 جنيه. الركنه 110 ده شيء برده مش بمزاجنا. ماشي. السفره عامله 100 جنيه بدل 90، برده مش ده اجبار علينا. مفرش ترابيزه واثنين خدادية، اثنين كوميدين وتسريحه 75 جنيه. لو حسبنا على الاسعار الجديده الثمن هيعدي اكتر من كده. فده شيء اكبر. معلش انا عاوزكم كلكم يعني ما تحسوش ان احنا اللي مغليين، لان والله العظيم الغلا ده مش بمزاجنا. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب اعيادكم كلها تبقى خير وسعاده، ويا رب تبقى الاطلاله دي مع دعاء. كلهم حطوا لايك. يا رب تبقى الاطلاله دي مع دعاء. اطلاله. لا انا اطلالتي مغطيه على الكل. يا بابا احنا الاصل والله. يا بابا احنا الاصل. ما تنسوش طبعا الايه، اللايك وال حطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه، ويا ريت يا ريت تدعموني عشان خاطر ابقى 50,000، لان في فعلا قنبله على ما ابقى 50,000 ان شاء الله. ادعوا دعاء عشان لو وصلت ل 50,000 ان شاء الله رب العالمين. اقول لكم قنبله. مش عارفينها ايه هي.
مش هقول قلتش لحد والله. بس هي عماله تقول فيكم ان شاء الله. يلا كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.